فكرة ان انت بتصور فيديو كليب وان تيك من اوله لاخره مفيش كات خالص، تكنيكال الموضوع ده مش سهل تماما. اختار في الوان شوت يعني ممكن جزئين. الجزء الاول اللي الكاميرا دخلت فيه شافت الممثلين بشكل وباداء، وخرج التاني شافتهم هم بشكل واداء تاني خالص نفس التيك. مش هيعرف هو مين. الجزء اللي انا بحبه اكتر او مفضل ليا يعني برضو لدرجه ان انا مسميه سيفنج برايفت حماد، حركه الكاميرا مع اداء الممثل في الشوت ده ما كانتش سهله خالص بجد، كانت صعبه فشخ يعني، لدرجه ان احنا عدنا الفيديو كليب بالكامل او الوان تيك بشكل عام ازيد من 12 مره. اسلوبي في الاخراج بشكل عام اني دايما عاوز اوريك احسن حاجه انا شايفها، بحاول اوريك خيالي ده باكتر من صوره، في صوره اعلان، في صوره فيديو كليب، في صورة فيلم، دايما هتلاقي في أعمالي وان تيك، ودايما هتلاقي الايدنتيتي متغيرة. أكبر دليل على كون إن في إنسان هنا بيحاول يعبر بشكل ما يعني. الممتع في اللوكيشن عندي إن الناس بجد بتكون مبسوطة، حابين شغلهم وحابين البروجكت، ما بتلاقيش اللي هو فهمت بقى نخلص اليوم ده ونروح، فاهم؟